رح اقعد بالسيارة. يا حلو، كأنك ما عم تسمعني. شو قلتي؟ قلت لك رح اطلع بالسيارة. من وين رح نجيب طعم للسمك؟ بيبيعوا منه جنب الشط. تتذكر كنا نجمعه سوا من جنينة لما كنا صغار؟ ما بينت بالمرة، معقول بغرفتها؟ عم تعمل مليون حجة لحتى تهرب مني. لو قلت لها تعي كانت رح تجي يا ترى؟ يعني ليش لروح على مكان ماني مرغوبة فيه؟ طبعا لا، حتى لو كان هيك على القليلة كان يكذب علي ويقول لي تعالي معنا. طيب بلكي كان ليش لساتك هون؟ ليش وين لازم كون سونا؟ أخي وجامري رايحين هلأ، مو رايحة معهم؟ آه لا، ما رح أقدر، عندي شغل أساساً، حاسة حالي تعبانة شوي. فهمت عليكي، وأنا عم أقول ليش أخي مزعوج. لا بالعكس، هو مبسوط برأيي. لا، لأني شفته بعيني. بعدين كيف رح يكون مبسوط وأنتي معنك جنبه؟ يلا ريحان، روحي وبتغيري جو بنفس الوقت. بشو عم تفكري لسه؟ تقريبا ركبوا بالسيارة، يلا روحي والحقيني. ما فيني. انتي هيك عم تضيعي الوقت اللي لازم تقضيه مع زوجك، صدقيني رح تندمي بعدين. برأيك روح؟ يعني قالت له ما أنا جاية، ومع هيك لسه في عنده أمل. لازم ساوي شي. يلا فكري جامري. جامري شبك؟ ليش عم تبكي؟ شو في؟ ما بعرف شو صار لي. شوف ليك، هاي امي، كأنه تصورنا هالصورة قبل كم شهر بحفل تخرج، بس انا ماني متذكرة بالمرة. هداك اليوم كان اسعد واهم يوم بحياة امي، بس أنا ما عم أتذكره بنوم. أنا خايفة كتير أمير، خايفة أني ما أقدر أتذكر شي من ماضي وضل هيك كل حياتي.
خلص لا تبكي، اهدي راح تتحسني. معقول تكون تذكرت شي؟ على الأغلب هيك، بس ليش ليعانقها؟ طولي بالك، اهدي اهدي شوي، اهدي خلص روقي. منيح انك معي امير، انا بتشكرك. أنا مبسوطة إنك جنبي، ما بتتخيل وجودك جنبي قديش بيعطيني إحساس بالأمان. باين ما فيها شي بالمرة، وحتى مزاجها رايق، بس هو ليش ليعانقها كمان؟ هديتي شوي هلا؟ بتعرف خلينا نروح، متأكدة إنه هو البحر رح يفيدني كتير. صح، ومشان نرجع على بكير.